يقول السائل: هل من جاء بنية العمرة وأدخل فيها نية المتاجرة هل ينقص من أجره شيء؟ لا بأس على الحاج والمعتمر أن يتاجر وأن يبيع ويشتري، لا مانع من ذلك، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا في الحج، لأن بعض الصحابة تحرجوا من البيع والشراء في موسم الحج، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تطلبوا الرزق وأنتم في الحج. يجوز للحاج أنه يؤجر نفسه، ويجوز أنه يبيع ويشتري في موسم الحج، ويجوز للمعتمر أيضا أنه يؤجر نفسه وأن يشتغل وأن يطلب الرزق وهو معتمر، وأن يبيع ويشتري، هذا من طلب فضل الله سبحانه وتعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا الرزق وأنتم في الحج أو في العمرة.